الأهرام نقل التأكيد الدكتور ناجي فرج عضو مجلس شعبة المصوغات والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أوقية الذهب بنحو 17 دولار ببورصة نيويورك، وبلغ سعر جرام 21 نحو 656 جنيه بزيادة 14 جنيه. طبعا زيادة أسعار الذهب دي بتزعل كل الستات، مش عايزين بقى أي أخبار فيها طاقة سلبية في برنامج مانشيت. أي ارتفاع في الأسعار مش هنجيبها بعد كده عشان محدش يزعل.